ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة السيد نواف محمد عبد الرحمن، الخبير في تقنية المعلومات والرئيس السابق لجمعية البحرين للإنترنت. مساء الخير أستاذ نواف. طبعا يعني الاي بي كما ذكر التقرير السابق هو عنوان أو معرف رقمي لأي جهاز متصل بشبكة معلوماتية، يمكن تتبع هذا البروتوكول، بروتوكول الإنترنت، ويمكن أيضا معرفة مصدره، وهو رقم متفرد. يعني إذا أردنا أن نبسط الفكرة، يعني إذا أنا أستخدم آي بي في قطر لا يمكنني أن أستخدم الآي بي ذاته في البحرين أو السعودية أو الإمارات، هل هذا صحيح؟ نعم طبعا، فكرة عنوان البروتوكول أو الآي بي أدرس اللي نسميه أو الإنترنت بروتوكول أدرس، طبعا فكرته هو بكل بساطة أن أي جهاز يتصل بالإنترنت يحتاج إلى عنوان، على أساس أن أبسط الفكرة. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال في البحرين، على اساس انه يكون عندي انا سكن احتاج انه يكون عندي عنوان لهالسكن، والله اذا ما كان عندي عنوان ما بقدر طبعا انه يكون عندي سكن موثق بشكل رسمي. نعم. وبالتالي على اساس ان انا على اساس ان ادخل على الانترنت طبعا احتاج انه يكون عندي الى عنوان. هذه العنوان طبعا في كل شركه او كل مجموعه يتم تحديد طريقه معينه لتحديد هذه العناوين. في طبعا جهات عناوين هذه ثابته ما تتغير، وفي جهات طبعا العناوين متغيره، الا ان وقت ما انا استخدم عنوان على اساس ان انا ادخل على الانترنت لما اقوم باي نشاط في هالوقت، خلاص العنوان يبين في ذي الوقت هو كان يتبع الى من. فبالتالي بهالحاله طبعا من الاستحاله اذا انا قمت باي عمل في الانترنت وكان هناك عنوان طبعا تم تسجيله لي، من المستحيل طبعا ان انا اغير ذي الشيء بعد ما اقوم باي عمل انا اسويه في الانترنت. فبالتالي طبعا هذه العناوين هي موجوده وبالامكان تتبعها، وبالامكان طبعا الحصول على اي معلومات انا احتاجها عن المستخدم والموقع الجغرافي، فاقدر طبعا احصل هذه المعلومات. كيفية الدخول أو خلينا نقول مين يقدر يحصل على هالمعلومات، طبعا في تفاوت. الشخص العادي يقدر يحصل معلومات مبسطة، شركات الاتصالات على سبيل المثال عندها معلومات مفصلة، فممكن يعرفون والله هذه الاي بي ادرس استخدمها هذا الشخص من هالمكان في هالوقت، وأقدر حتى أربط الاي بي ادرس هذه بنوع النشاط اللي أنا قمت فيه بالإنترنت. فإذا أنا في عندي نشاط معين فأقدر من خلال هذا النشاط أن أنا أتتبع مصدره من خلال طبعا الاي بي ادرس ومن خلال المعلومات اللي بحصلها من الاي بي ادرس. نعم سيد نواف، يعني كونك انت الرئيس السابق لجمعيه البحرين للانترنت، هل لك ان تحدثنا عن الدور الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في هذه الازمه، الازمه القطريه، يعني في فتره الاحداث المؤسفه التي شهدتها البلاد في عام 2011، كانت للبحرين تجربة مع وسائل التواصل الاجتماعي ودورها السلبي والإيجابي أيضا. اكتشفنا اليوم، واليوم نكتشف أن قطر هي من أطلقت الشرارة الأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من وجهة نظرك ما هي التأثيرات السالبة لوسائل التواصل الاجتماعي، ووجهة نظرك لمدى توظيفها سياسيا وبعيدا عن مسارها خصوصا في هذه الأزمة القطرية؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي يعني منصة تستخدم طبعا بث معلومات وترويج للأفكار. بالتالي طبعا الغلبة دائما تكون للي صوته يكون أعلى على هالقنوات. نعم. وفي نفس الوقت احنا طبعا في البحرين مرينا بتجربة صعبة في عام 2011، وشفنا طبعا كيف هذه القنوات تم تسخيرها ضد طبعا القياده وفي نفس الوقت المجتمع نفسه. القنوات هذه ممكن طبعا يتم تجييش من خلالها، ممكن يتم ترويج الى المغالطات، ممكن يصير في تزييف للحقائق، وبالتالي هذا يتطلب بالمقابل بان يكون في هناك ايضا الجهات الأخرى
اللي عندها الحقائق بأنها هي تلعب دور محوري من خلال هذه القنوات. واحنا في بداية الأزمة يمكن كان للأسف يعني أكثر الجهات الرسمية كان تركيزها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي هو فقط للترويج عن خدماته وللترويج طبعا عن خلينا نقول ما تقدمه إلى المجتمع. وكانت غايبة عن اللي هو نقل الأخبار ونقل الحقائق وتوضيح طبعا الصورة للمجتمع. احنا ما نقول ان احنا يعني لازم تكون عندنا وجهة نظر واحدة في قنوات التواصل الاجتماعي، بس على الأقل ان يكون في نوع من التكافؤ. وطبعا المستخدم هو بعقله يقدر يتبين له او يقدر يكتشف طبعا الحقائق ويقدر يفهم وجهة النظر وجهة النظر او خلينا نقول المغالطات اللي تصير بالمقابل. نعم السيد، للاسف طبعا هذه تاثير قنوات التواصل الاجتماعي طبعا لها تاثير كبير. نعم. واثرت على دول، اثرت على مؤسسات وشركات. بالتالي طبعا هذا يتطلب ان في يكون في تضافر للجهود وان جميع افراد المجتمع يلعبون دور في قنوات التواصل الاجتماعي وان تكون في توعيه اكبر طبعا. نعم. في توظيف هذه القنوات في خدمه القضايا او قضايا المجتمع او توضيح حتى الحقائق والمعلومات. نعم السيد نواف محمد عبد الرحمن الخبير في تقنية المعلومات والرئيس السابق لجمعية البحرين للإنترنت، شكرا جزيلا لك.